نعم وانا رجال الاتنازل للشيخ الاستاذ كيفك كيفك مالك فضل والله كريم من يومك مالك جهد وغصب عليك لا والله كريم انت كم اخذت قبل شوي انا اتنازل لسعيد الشيخ عطوه بس لا يمشي برا المنرامي لا يزعل لا يزعل برا المنرامي يا اخي ما تعرف تتكلم دق على اخوك قال اذا ما فوزتوني يوم بزعل نشوف النتيجه نشوف النتيجه يا اخي لا تبكي معنا تخيل يفوز النجاشي خلاص شوف النتيجة خلاص خلاص الف مبروك خلاص يا فلان خلاص مبروك شيخ حسين ايه سبقونا شباب يا عيال مو فرحانين ان اخويكم يصير شيخ ايه نبض بقلوبك بالعسل شباب بلا حسد بلا وجع قلب اعطونا والله لولا الله ثم ثم برزيقه ثم هذا سعيد اهديته النقاط يلا اعطيته طول النتيجه يلا 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 الف مبروك يلا 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 اشكر المتصل صالح من جازان قصر الجبيل على انها جاوبت والشيخه صراحه تكليفه ليست تشريف التكليفه ليست تشريف ومن هذا المنبر انا صراحه تنازل عنها شيخه بكره ما ابغى ما مسؤوليه كبيره وانا ما اتحمل مسؤوليه لا قدها انت قدها انا معلش ما اقدر اكمل لا قدها 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 معلش يا شباب قدها اتنازل بالشيخ الاخوي صالح اكبر مني واقدر مني انا تنازل مسؤوليه كبيره والله مسؤوليه كبيره ما اقدر لا لا قد 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 ما اقدر عندك هو تنازل من الشيخ صح إيه؟ بكره لو ما صار شيخ لا يزعل انا متنازل من شيخة اليوم ما انت مالك الحمد لله تنازل من شيخة اليوم طيب اذا تنازل من شيخة اليوم ياخذها الثاني اللي هو برزيقة برزيقة لا 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 هذه اللي ياخذها برزيقة انا شيخ في سحب يا عيال في سحب انا شيخ السوق طيب في سحب يا عيال عندنا سحب عندي كلمه اخيره بكره الفهيت تغير لمبات السوق صراحه لان قال اذا فزت بيطلب مني طلبات واذا فزت انا بيطلب مني طلبات اللمبات هذه بكره هذه زرقاء هذه صفراء نفذ ما معنا وقت يا شباب تجيب لمبات ملونه وتجيب لبس وتجيب لبس لا وقف ولا وتجيب لبس دميه تدخل تفرحنا في السوق وقف اسمع دقيقه وقف اطلب بكره تجيب لبس دميه وقف وقف صالحة صالحة إذا ما جاب لبس دمية ما يدخل السوق.